بس انا قلت اجيبها تاني على فكرة. ماشي واي. لا البتاع ال طب ما تدوش ولا غيره احمد، يا مسا كان كده شوية الوقت الراجل مش هتكي يقول له يجيبوا لك لما يفضوها النحل هاي فشو البلغارة للقط. اوعى يا حسن اوعى، تعال هنا يا رمضان تعال اتفرج خد. هاي والله المفروض تروح مش ولين في بعض ده الشوال بتاعنا احنا اللي لسه ملبسوه له ده لما اتقطع. اوعى عشان من هيلتك لو انت عاوز تبص عليه كان مصطفى قبل ما دول هيطلعوا مش هم لسه جوا الشال ده الحج بتاعنا ده اللي بتاع الخرمه. ارفع طب حاول ترفع من هنا لتحت يلا لسه في ريحه. ايه عاوز يعمل ايه؟ ارفع رب طب ما تسحب انت من ورا يا محمود. ارفع انت يا مكتروف. اه مصطفى بيعمل كاش ده بنرفع وخلص قبل ما الحياه تبرز. خلي رمضان يجي يمسك اللتر المقطوعة دي. امسكها يا رمضان. امسك يا رمضان. ما انا مصور والله. تعالى قفني طب تصور بس عارف ما صورتش عادي. يا اخي الصور دي عن الخوع. كاش الميكروس. اسحب يا احمد صاحبي غور في داهية. اها اها. ارفع له السنة. يا جماعة المفروض انا ادوس سنة استنى. اها اخلع. عرفت الوقت تدوس سنة؟ بعد. هات هذا الشغل هذا الشغل. روح ودي الشغل ده هناك. حل دعه. حل ده. حل كويس. روح. انت المفروض انه وقفه كده وتسيبه. طب اسلم معايا. اسلم وقفه. يلا قبل ما احنا هيك. نحن هج يا عمو. هو حسن. انا وعيت اه. امسك يا مصطفى مع محمود. امسك مع محمود. اه صراحة بص محمود كبير احنا قد ايه؟ ما انت اربط البتاعة دي. ابوي نار نار اديني كيس يا عم محمود. دي كاس هنا فوق. يا واحد يا حجاري. عقارب المدار. هي الفتحة فين بتاعتها؟ هناك جنب التاني. هاي هنا. انت الفرحة سدنا بطين ده؟ لما لا دي هنا خلع ده خلع انما هي الفتحة من هنا. ما شاء الله على النبي فيها نحل كثير عليك. جمال كثير نحل عليك في ده الشوال كله نحل. اه اللي انا شفته ده هنا ده هاج بتاع لنا هناك يا ابو ياد على النحل. ده الشوال كله نحل ميت ولا صح؟ صح وميت. لا ميت مش مهم اهم حاجه الصح ده وهيطلع هيجي فيه. طب انا عايزين نحوي ده يا مصطفى. الشوال تهدى شويه. الشوال سيبها لما تهدى شويه. انت حشت لها البتاع ايه؟ الخرمه عشان تطلع وتخش منه. ما هو اتفتح بس خلاص. دي لما كانت الارض ناشفه عارف لو احنا فتحناها جنب ده.
محمود عندي جوا حوض ماي لما موطيه. ايه؟ رشيت الجوافات انا كل يوم ما رشيت. رشيت لك الحوض. اوكي حلو. تمام معك.